انطلاقة شوطنا القادم بإذن الله تعالى وهو الشوط 14. ونحيل الكلمة في هذه اللحظات إلى زميلي فايز بن غفران اليابري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه. وها هي انطلاقه شوط اخر من اشواط التحدي، من اشواط الاثاره، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بهذا الأداء المميز والجميل. شوط آخر من أشواط التحدي، من أشواط الإثارة، شوطنا 14، تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا 14 الخاص هنا أيضا بالثنايا القعدان هنا أيضا لأبناء القبائل ضمن الأشواط العام في هذا الصباح المميز والجميل. نتابع معكم هذه المسيرة. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة خلال هذا الانطلاق المميز والجميل. بيضان يأتينا على صدارة، وعلى المركز الأول علي بن حمد بن علي بن محمد بن حيدان المري، من ينطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. بينما المركز الثاني بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل، مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الثاني ويتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة في هذه اللحظات. هنا المنطلق بهذا الأداء مشغل عبد الله بن حمودة بن تركي الاكتبي، من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، انتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني هناك والمنطلق في هذه اللحظات المحيط لمحمد بن حميد بن خادم بن حميد المنصوري، من يأتي على المركز الثاني. وبيضان على المركز الثالث علي بن حمد بن علي بن محمد بن حيدان، من يأتينا على المركز الثالث. بينما المركز الرابع هنا هو المنطلق بهذه اللحظات بهذا الأداء الجميل، ويأتينا هنا حوران بهذا الأداء، سالم بن سعيد بن منانة لقتبي، من ينطلق مع حوران في هذا التحدي والإثارة. وخامس مراكزنا المنطلق مرعب هنا محمد بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري، من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذه الانطلاقات المتميزة، في هذه الانطلاقات الجميلة هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة، مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والمحيط، المحيط لمحمد بن حميد بن خادم المنصوري، من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مشغل على المركز الثاني عبد الله بن حمودة بن تركي الاكتبي، من ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. وعلى المركز الثالث وصل حوران بهذا الانطلاق الجميل، سالم بن سعيد بن منانة لقتبي، من ينطلق مع حوران بهذا الأداء الجميل. على المركز الثالث المركز الرابع وصل مهاجر هنا على المركز الرابع لسعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي، من يأتينا على
المركز الرابع وفي المركز الخامس مرحب لمحمد بن عبد الله بن راشد آلف هيدان المري من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء. في هذا الأداء الجميل نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المحيط المسيطر من الجانب الآخر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. محمد بن حميد بن خادم المنصوري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني المنطلق هنا بالتحدي مشغل عبد الله بن حمودة بن تركي الاجتبي على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث حوران، سالم بن سعيد بن منانة لقتبي من ينطلق هنا مع حوران على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يأتينا على المركز الرابع في هذه الانطلاقة والتحدي والإثارة، بينما المركز الخامس مرعب من ياتي على المركز الخامس محمد بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري من ياتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى. نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى الصداره هنا بهذا التحدي في الاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ارى التغيير بدا يطرو ويجرو على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. هنا من غير مشغل عبد الله بن حموده بن تركي الاكتبي، من غير في المنافسه مع المحيط من الجانب الآخر. ثنائية جميلة، ثنائية التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. عاد المحيط، المحيط بأكمله بأمواجه المتلاطمة، ينتزع صدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول. محمد بن حميد بن خادم المنصوري من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني مشغل عبد الله بن حموده بن تركي لجتبي من ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هنا ياتي مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع حوران على المركز الرابع، سالم بن سعيد بن منانة هنا من ينطلق مع حوران على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مرعب لمحمد بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري، واسماء خلف المراكز الخمسه الاولى ترقبوها خلال هذه المسيره، خلال هذه التحديات، خلال الانطلاقات هنا بهذا الأداء المميز والجميل في هذه المسيرة. نعود إلى الصدارة بعد أن أعلننا النتائج للمراكز الخمسة الأولى. لنا عودة إلى صدارة هذا الشوط، لنا عودة إلى المقدمة، إلى رأس الحربة في هذا الانطلاق المميز والجميل، إلى التحدي الثنائي من بداية الانطلاقة. وهنا تحدي ثنائي جميل في هذا الأداء المميز، هنا خلال هذا الأداء الجميل بين مشغل وبين المحيط في صراع على نيل الفوز ونيل الناموس، نيل السيارة المتواجدة في هذا الانطلاق المميز والجميل بهذه التحديات والإثارة في مسيرة التحدي. هنا المحيط مشغل، من غير على الصدارة، مشغل من غير على المقدمة،
على المركز الاول عبد الله بن حموده بن تركي القتبي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني المحيط لمحمد بن حميد بن خادم المنصوري من ياتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث وصل هنا بن كليفيخ، وصل بن كليفيخ مع مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. من وصل بهذا الانطلاق مع 2 كيلومتر، 2 كيلومتر ما تبقى على هذه المنافسة. حوران على المركز الرابع، سالم بن سعيد بن منانة بن غدير لكتبي من ينطلق بهذا الأداء. أرى التسلل، أرى التسلل هنا، مرعب مرعب. محمد بن عبد الله بن راشد الفئدان المري ومبهج، مبهج من الجانب الآخر، مبهج مبهج مبهج. يتسلل المصرط من شعيفات بن مصرط بالاثنين السبيعي من انطلق من الجانب الاخر. عينا على المقدمة ايضا، عينا على الفوز، عينا على الناموس. يا سلام. المركز الخامس اسم جديد يصل على خامس المراكز، هو القادم الهزاز لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. وصل ابو احمد، وصل ابو احمد مع الهزاز في وسلالته هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الله 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 الله. ابتهج مبهج، ابتهج مبهج على الصدارة، ابتهج مبهج على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ابتهج مع السيارة، ابتهج على المقدمة. مبهج مصرف بن شعيفان فول اثنين السميعي بقيادة أبو محمد هنا. أم ركز عبد الله بن طويرش الوهيبي مع مبهج مع الكيلومتر الأخير يا أبو محمد، الكيلومتر الأخير هنا بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني هنا يأتينا، يأتينا مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي المحيط من الجانب الآخر لمحمد بن حميد بن خادم المنصوري. مرعب لمحمد بن عبد الله بن راشد الفئدان المري والهزاز. الهزاز قادم، الهزاز قادم لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. يا سلام. بدأت المعركة، بدأت المعركة والأسامي قادمة، الأسامي قادمة. الله الله. أسامي 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 ها وزنها. ولكن مبهج 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 على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مبهج على المقدمة، مبهج على الفوز وعلى الناموس. مصر بن شعيفان بول اثنين السباعي المسيطر مع مبهج على الصدارة. المركز الثاني يأتينا مرعب محمد بن عبد الله بن راهد الفدان. المركز الثالث من الجانب الآخر، من الجانب الآخر اسم جديد، اسم جديد قادم ايضا بهذا الاداء الجميل هنا والتحدي. هناك الوصول من شاهين سالم بن بخيت بن راشد المنصوري. ولكن مرعب، مرعب على الصداره، مرعب على المقدمه، على المركز الاول. تهانينا وناموس محمد بن عبد الله بن راشد الفدان المري. سلام للدوحه، سلام على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني وصل هنا ايضا الهزاز محمد بن سلمى وفضل عمري. المركز الثالث مبهج هنا لمصر بن ابو ثلان السبيعي. المركز الثالث كان من نصيب، المركز الرابع كان من نصيب هناك ايضا المنطلق شاهين سالم بن بخيت بن راهد المنصوري. والمركز الخامس كان هناك شاهين سالمين بن دقاش بن محمد العامري من وصل على المركز الخامس بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ولحظة وصول مرعب الى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس. قاطع المسافة في 13 دقيقة ثانيتين 88 جزء من الثانية. تهانينا وناموس للسيد محمد بن عبد الله بن راهد الفيدان المري الهزاز من أسانا على المركز الثاني في 13 دقيقة 3 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن الشهير بن عويضان العامري. بينما المركز الثالث هناك أيضا
بهذا الانطلاق والتحدي. وصل هناك ايضا شاهين سالم بن بخيت من راهد المنصوري، هو صاحب المركز الثالث في 13 دقيقه 4 ثواني هنا و58 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس للجميع. وكان هناك مبهج على المركز الرابع مسلط رشعفان بول اثنين.